السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم عشرة من الفصل الثامن مواصلين الحديث عن تأثير الكربون لدرجة أن عندي ثلاث أنواع من الكربون ستيل إما لو كربون ستيل وده نسبة الكربون من خمسة من مية لخمسة وعشرين من مية وبنسميه لو كربون ستيل او ميديم كاربون ستيل وده نسبه الكربون من 35 من لغايه نص او 5 من عشرة والهاي كاربون ستيل وده فيه نسبه كربون من 55 من مية لغايه 1.5% كربون كمان بنشوف ان الجنرال ستيل ديفينيشن هو عباره عن انجوت آيرم فيه 3 من ماكسيمم كربون ده للستيل ال البدايه used for enameling galvanizing deep drawing sheets and strip اكسلاند weldable طبعا ده قابل لان نسبه الكربون فيه قليله وممكن ان هو جالفانيز وممكن يستخدم في التشكيل العميق للشيتس اللو كاربون ستيل في الحقيقه اللي هو الماكسيمم 15 من 100 في كربون ده بيستخدم في الالكترولودز بيستخدم في البليتس بيستخدم في الشيبس السفن والشيت وفي الاستريب واكسلاند ويلدبل ايضا يعتبر جيد في عمليه الايه اللحام لان لسه الكربون اللي فيه اقل من نص في المية اما الميلد ستيل اللي فيه كربون من 15% من ل 3 من عشرة ماكسيمم ده بيستخدم في الاستراكشر شيبس اي انشاء السفن في البليتس وفي البارز ويعتبر جود ويلدابيلتي اما الميديوم كربون ستيل اللي هو قلنا عليه فيه 3 من عشرة في لغايه نص في المية كربون ده بيستخدم في الماشينري بارت في اجزاء الماكينات ويعتبر الى حد ما يعني قابل لعملية اللحام بريهيتد اندي بوست هيتد مي بي نيدد لكن لازم ان انا اعمل عملية بريهيتنج الهاي كاربون اللي فيه نص من مية لغاية 1% او 1.5 زي ما قلنا قبل كده ده بستخدمه في السبرينج في الدايز في الريلويز الريلز او خطوط سكه الحديد يعني واعتبر ضعيف جدا بالنسبه لعمليه الويلدابيليتي لانه في نسبه كربون عاليه وهو صعب عمليه صعب ان هو يتلحم لو ما تعملوش ايه او بري او بوست هيتينج. لازم اعمل له بريهيت وبوست هيت. يعني تسخين قبل عمليه اللحام وتسخين بعد عمليه الايه اللحام